بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسألونك، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم متواجد في حرس في المدينة المنورة، مر عليه نفر من اليهود، فقالوا بعضهم سألوه، فقالوا: يا محمد، ما هي الروح؟ وكيف تعذب الروح في الجسد؟ فسكت النبي، فقال ابن مسعود الذي روى الحديث: فهمت أنه يوحى إليه. ثم قال النبي: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقالوا: من أنبأك بهذا؟ قال: أخبرني به جبريل. فقالوا: والله ما أخبرك به إلا عدو لنا. فنزل قول الحق: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. وما زال الحضارات الغربية والبوذية والعربية من أفلاطون وأرسطو إلى الآن يبحثون عن الروح، أهي مادة أم شعور أم فكرة أم واقع أم خيال أم عقل؟ ولكن الحقيقة الثابتة أن الروح إذا وصلت الحلقوم ووصلت إلى الغرغرة لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.